اهلا بيكم في قناتي. لو اول مره تشوفوا القناه اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس. النهارده هعمل لكم الورده ديت، هي هتكون عباره عن لونين، هنستخدم فيها الفوم وزيناها بالفص دوت. يلا بينا عشان تشوفوا الخطوات واتفرجوا على الفيديو للاخر علشان تعرفوا الورده اتعملت ازاي. النهارده هعمل لكم الورده باللونين دول مع بعض، ممكن تستخدموا الالوان اللي انتوا تحبوها، ولو حابين برضو فوم ساده عادي، فوم جليتر ماشي. وهحتاج قلم وحاجة أعمل بيها الدايرة، ممكن تستخدموا البرجل، ممكن تستخدموا حاجة زي كده أو غطا علبة أي حاجة، ومقص علشان أقص بيه المسدس في الشمع. هبدأ إن أنا أعمل الدوائر وكلهم يكونوا طبعا مقاس واحد. ممكن تعمله عادي بيوم واحد يعني، بس انا حابه اعملها بيومين عشان انا هحتاج فيما بعد تنزيل حاجات تانية كده. قطعنا اول اتنين، وبعد كده هاجي بقطع اللون الازرق اللي هدخله معايا هحدد برضه. كده قصيت التلات دوائر بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. هبدأ ان انا اعملهم نصين بالشكل ده وهقصهم نصين كده كلهم، وقص دلوقتي بقى هنبدأ نشتغل بمسدس الشمع. هننزل نجيب الطماطم كده وطن بعض عشان يبقوا متساويين بالشكل ده، ونجيب مسدس الشمع ونوزعها من هنا. وبعد كده نجيب نقطة شمع من هنا، نقطة شمع من هنا ونقطة من هنا. بعد كده نبنيها بالشكل ده. هتقوم بالشكل ده. هعمل كل الرصاص بنفس الشكل وارجع لكم تاني. كده خلاص انا عملتهم كلهم بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وعملت واحده تانية زرقاء علشان يبقى ثلاثة ازرق وثلاثة اللون الذهبي بالشكل ده. وهنبدا ان احنا نلزقه. نجيب واحدة ذهبي، نبقى واحدة زرقاء
بالشكل زي ما انتوا شايفينه ده. اهم حاجة ان احنا نرزعها كويس عشان متفكش تاني. بعد كده نجيب واحدة ذهبي وهكذا، واحدة ذهبي واحدة زرقاء. وأول ما الشمع بيبرد بيمسك على طول، يعني مش بياخد وقت كبير إن هو يمسك. بعد كده نجيب واحدة تاني زرقاء، آخر حاجة هنحط واحدة زرقاء ونلزقها من هنا من هنا بالشكل ده، من هنا كده ونجيبها من هنا برضو. كده خلاص الوردة زي ما انتوا شايفين خلاص عملتها. وانا حابة ان انا احط لولي كده في النص، هنحط شمع. ممكن تحطي اللولي اللي يعجبك، حابة تحطي لولاية كاملة ماشي، حابة تحطي نص لولاية كده ماشي. اهم حاجة تشيلوا الزيادات بتاعت الشمع عشان تدي منظر مش حلو. وبكده خلاص الوردة تكون خلصت. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وعملوا شير ولايك للفيديو.